السلام عليكم، معكم الأستاذ أيمن مصري من باقة الغربية. اليوم رايحين نتعلم درس جديد للصف الخامس، موضوع مسائل كلامية في جمع وطرح قصور. شو رايحين نتعلم اليوم؟ رايحين بالبداية ناخذ أحجية، بعدها نتعلم طريقة سهلة لحل مسائل في جمع وطرح قصور، نجمل الدرس مع بعض ومهمة تدريبية. قبل ما نبدأ بطلب منكم تجهزوا التالي: عندنا الدفتر، قلم رصاص، محاي، وأقلام ألوان. طيب نبدأ متعة، نبدأ بسؤال أحجية. عدد الأبقار في حظيرة جاد أقل من 120 بقرة. عندما أخرجها للمرعى بمجموعات من 3 أبقار، يعني كل 3 أبقار مع بعض، بقيت لديه بقرة واحدة. وعندما أخرجها للمرعى بمجموعات 5 أبقار، بقيت لديه بقرة واحدة برضه. ولما أخرجها للمرعى مجموعة 7 أبقار، بقيت لديه بقرة واحدة أيضا. ما هو عدد الأبقار في حظيرة الجاد؟ راح أعطيكم دقيقة تفكروا بالسؤال وبعدها بنرجع مع بعض. تفضلوا. عرفتوا تحلوها؟ انا متاكد انه لانكم اذكياء وشاطرين. تعال نشوف مع بعض. عشان نحل هاي المساله يجب ان نلقى عدد اللي بيقسم على 3 و5 و7 والباقي 1. طبعا عشان نلقى هذا العدد شو بنعمل؟ نضرب 3 ضرب 5 ضرب 7 وبالاخر نجمع للجواب 1. قديش بيطلع لنا؟ 106. تعال نفحص. 106 تقسيم 3 قديش؟ 35 والباقي 1. 106 تقسيم 5 21 والباقي 1. 106 تقسيم 7 15 والباقي 1. فالجواب شو هو؟ 106. قبل ما نبدأ بموضوعنا اليوم، تعال نراجع أنا وياكم التالي. عشان نقدر نحل مسائل كلامية بطريقة صحيحة لازم نتبع الخطوات التالية. الأولى مهم جدا، نقرأ المسألة والتأكد من فهمها، لأنه إذا إحنا ما قدرنا نفهم المسألة مش راح نقدر نحلها. وبذكركم المسائل الكلامية هي تطبيق الأشياء اللي نتعلمها زي جمع أعداد أو جمع قصور أو طرح قصور إلى آخره، بس بنطبقها بالحياة اليومية، بنحطها مسألة كلامية. نفس السؤال، يعني مثلا 5 زائد 3 يساوي 8، نقدر نقول في الصف 5 أولاد و3 بنات، كم يوجد في الصف؟ 8 طلاب، صحيح؟ فإحنا هون المسألة التمرين الرياضي حطناه مسألة كلامية، فمهم جدا نفهم المسألة الكلامية عشان نقدر نحلها. المرحلة الثانية، نطلع المعطيات، نحدد شو هي المعطيات اللي بتساعدنا على فهم المسألة. المرحلة الثالثة، نعرف شو المطلوب، شو بده السؤال. بعد ما عرفنا المطلوب وأخرجنا المعطيات، نحدد العملية اللي بحاجة إليها، هل هي جمع، هل هي طرح، هل ضرب أو قسمة إلى آخره. وبعدها نبدأ نحل السؤال، وأهم إشي بالنهاية نتأكد من فحص الجواب. لما إحنا نفحص الجواب نتأكد إنه حلنا صحيح ولا لا. طبعا فحص الجواب إنه يشوف يا عن طريق إذا بكى السؤال جمع نساوي طرح، إذا ضرب قسم العكس، أو يشوف إذا السؤال منطقي، الجواب منطقي ولا لا. راح نشوف هذا الإشي لقدام. طيب إحنا تعلمنا جمع طرح قصور زمن. لما إحنا كنا نجمع ونطرح قصور زي هذا اللي قدامنا، التمرين 3 زائد 3 أخماس، إحنا بنوسع الكسر لنحصل على مقام مشترك. فإحنا هنا
الثلث بنوسعها بخمسة بتصير 5 × 15، وثلاث أخماس بنوسعها بثلاث بتصير 9 × 15، فبطلع عندي 14 × 15 المجموع. فمهم جدا أول شيء إحنا إيش نلقى مقام مشترك ونوسع بحسبه. نبدأ بسؤال: ذهبت بسام إلى السوق لشراء فواكه، اشترت 3 أخماس الكيلوغرام تفاح واشترت ربع كيلوغرام من العنب، ما هو وزن التفاح والعنب؟ راح أعطيكم دقيقة تفكروا بهذا السؤال، تلقوا له حل، وبعدها إحنا وياكم نرجع منحله. تفضلوا. فكرتوا بالسؤال؟ عرفتوا تحلوه؟ تعال نشوف احنا وياكم. اول اشي احنا قرينا السؤال صح؟ ذهبت بسام للسوق بدها تشتري فواكه، اشترت 3 أخماس كيلوغرام واشترت ربع كيلوغرام من العنب، صحيح؟ شو وزن التفاح والعنب مع بعض؟ احنا قرينا السؤال فهمناه انه في بنت اسمها بسام راحت على السوق اشترت فواكه تفاح وعنب، وده يعرف قديش مجموع قديش وزن التفاح والعنب مع بعض. المرحلة الثانية تعال نكتب المعطيات، عندي 3 أخماس كيلوغرام التفاح وربع كيلوغرام العنب، شو المطلوب؟ انه يعرف ما هو وزن التفاح والعنب معا. طيب شو العملية؟ إذا هو بده معا شو معناها؟ جمع، أنا عشان أعرف يعني هاي وهاي مع بعض بحط إيش؟ زائد، جمع. فتعال نساوي التمرين، 3 أخماس زائد ربع قديش يساوي؟ نوسع المقامات نلقى مقام مشترك شو هو؟ 20 صح؟ 3 زائد 4 اي 3 ضرب 4 12، 5 ضرب 4 20، 1 ضرب 5 5، 4 ضرب 5 20، فبطلع عندي جواب 17/20. شو هذا الجواب 17/20؟ انه هذا وزن التفاح والعنب مع بعض، 17/20 كيلوغرام وزن التفاح والعنب معا. طيب تعال نفحص جوابنا، كيف نفحصه؟ طريقة عكسية صح؟ مش انا طلع 17/20 بنقص منه 3 أخماس، تعال نفحص احنا وياكم مع بعض. طلع عندي انا 17/20 ناقص، صحيح؟ مثلا نفحص 3 أخماس، ناقص 3 أخماس، شو لازم يعطيني الجواب؟ لازم يعطيني ربع. 17/20 ناقص 3 أخماس، بوسع هاي بكديش؟ بأربعة، وهي أربعة شو بتصير؟ هاي 20، وهي كديش؟ 12. فالسؤال بصير 17/20 ناقص 12/20 كده يساوي 5/20. طيب ما طلعش ربع، ليش؟ صحيح لازم اختزل، فهنا بقسم على 5، بقسم على 5 بيطلع عندي ايش؟ ربع. فلما انا نقصت 17/20 نقصت منها 3 أخماس طلع عندي ربع، فايش بقول لي؟ انه ايش؟ حلي صحيح. طب لو سويت برضو نفس الاشي 17/20 ناقص ربع لازم يعطيني ايش؟ 3 أخماس، وهي انتو تقدر تفحصوها لحالكم. طيب بنكمل مع بعض، بعطيكم هون سؤال تحلوه لحالكم بعدها بنرجع، راح اقرأ لكم اياه. قام طلاب من المدرسة بجولة في مسار طوله 8 كيلومتر، في الساعة الاولى قطع الطلاب 4/4 أسداس الكيلومتر، وفي الساعة الثانية قطع 1/3 الكيلومتر. كم كيلومتر قطع الطلاب في الساعتين الأولى والثانية معا؟ ب في الساعة الثالثة قطع الطلاب أكثر من ساعة من الساعة الأولى ب3/4 الكيلومتر. كم كيلومتر قطع الطلاب في الثلاث ساعات في الساعة الثالثة؟ كم كيلومتر
قطع الطلاب في الساعة الثالثة. راح أعطيكم 3 دقائق تحلوا مع بعض، تحلوا لحالكم، وبعدها نرجع نحله إحنا وياكم. تفضلوا. عرفت تحلو؟ انا بتاكد انه تعال نشوف احنا وياكم مع بعض. زي ما قلنا احنا بنقرا السؤال نفهمه بالبدايه، وبعدها ايش بنحله. في عندنا طلاب اللي ايش قاموا بجوله في مسار طوله 8 كيلومتر. الساعه الاولى قطعوا 4.25 كيلومتر، الساعه الثانيه قطعوا 1.3 كيلومتر. كم كيلومتر قطع الطلاب في الساعه الاولى والثانيه معا؟ قرانا فهمنا. بعد المرحلة الثانية تعال نشوف المعطيات. عندي مسار طول 8 كيلومتر، الساعة الأولى قطعوا 4.25، الساعة الثانية قطعوا 1.75 كيلومتر. السؤال شو هو؟ كم كيلومتر قطع الطلاب في الساعتين الأولى والثانية؟ لما كم كيلومتر الساعة الأولى والثانية، شو هذا بدل السؤال؟ إنه إيش جمع. فأنا بسوي تمرين جمع طبعا. 4.25 زائد 1.3 شو بصير عندي؟ 4.25 زائد 2/3 بوسعها علشان يصير مقامها 6 صح؟ بضربها باثنين بتصير ايش عندي؟ 4.1 و4 على 6 بجمع 4 زائد 4 8 على 6، يعني بيطلع الجواب 5.8. بجمع 4 زائد 1 5، 4 زائد 4 8 على 6، 5 و8 على 6. طب 5 و8 6، الثمانية على ستة هي ايش؟ مالها كسر اكبر من 1 صحيح؟ كيف انا بحلها؟ ثمانية على ستة، انا لما عندي 5 8 على 6
ثمانية على ستة شو هي عبارة؟ عبارة عن واحد وستين، صحيح؟ واحد وستين. طب الواحد عندي هنا واحد وستين، وعندي قبل خمسة، شو بصير عندي؟ بصير عندي خمسة زائد واحد ستة وستين. ممتازين. ستة وستين بقدر اختزل الستين طبعا، لأنها زوجي وزوجي، بقدر اقسمها على اثنين، بصير عندي ستة وثلث. ستة وثلث. فالجواب هو ايش؟ انه بالساعة الأولى والثانية قطعوا قديش؟ ستة وثلث. ستة وثلث، ممتازين. شوف قسم با، في الساعة الثالثة قطع الطلاب أكثر من الساعة الأولى بثلاث أجزاء. كده الساعة الأولى كلنا أربعة، أربعة أجزاء. الساعة الثالثة أكثر منها بثلاث أجزاء. كم كيلو متر قطع الطلاب في الساعة الثالثة؟ يعني المعطى الجديد اللي عندنا أنه الساعة الثالثة قطعوا فيها الطلاب أكثر من الساعة الأولى بثلاث أجزاء. شو الحل؟ يعني إحنا الساعة الأولى هي أربعة، أربعة أجزاء، من نضيف إلها ثلاث أجزاء. أربعة، أربعة أجزاء زائد ثلاث أجزاء بطلع عندي كديش؟ بنوسع طبعا المقامات. أربعة ضرب ثلاث 12، ستة ضرب ثلاث 18، ثلاث ضرب اثنين ستة، تسعة ضرب اثنين 18. فبطلع عندي أربعة 12 على 18 زائد ستة على 18، كديش بطلع؟ أربعة 18 على 18، 18 على 18 كديش يساوي؟ واحد، صحيح. أحسنتم. مع أربعة صحيح بيطلع عندي خمسة، فهم قطعوا خمس ساعات. طيب بنكمل. في عندي هذا السؤال، في إبريق عصير ثلثين لتر من العصير سكب في كأس أربع أسبع لتر من العصير، كم لتر بقي من العصير في الإبريق؟ أعطيكم دقيقة تفكروا بالسؤال وبعدها نرجع مع بعض. تفضلوا. فكرت بالسؤال؟ ممتازين. تعال نشوف احنا وياكم، تعال نفهم السؤال بالاول. في ابريق عصير زي اللي قدامنا، زي الصورة اللي قدامنا، في ثلثين لتر من العصير. طبعا الصورة هي للتوضيح مش اكثر. سكب في كأس، في كوباية يعني، اربعة اسباع اللتر من العصير، كم لتر بقي من العصير في الابريق؟ طبعا احنا قرينا السؤال وفهمناه. تعال نشوف المعطيات. عندي ثلثين لتر من العصير في الابريق، سكب اربع اسباع لتر من العصير في كاس. المطلوب كم لتر من العصير بقي في الابريق؟ كده ظل بالابريق عصير. شو العمليه؟ طرح. انا بقى عندي اثنين ثلثين، نقصت منه اربع اسباع، صح؟ عشان اعرف كده ظل منه بدي انقص منه اربع اسباع. ليش؟ لانه هذول درتين بالكوبايه. فالعملية عملية طرح. فلذلك بقول لكم مهم جدا نفهم السؤال، إذا فهمنا السؤال بيساعدنا كثير على الحل. طيب تعال نحسب احنا وياكم. ثلثين ناقص أربع أسباع، طبعا واحد مقامات، اثنين اثنين ضرب سبعة 14 على 21، ناقص أربعة ضرب ثلاث سبعة ضرب ثلاث بيطلع عندي 12 على 21. 14 ناقص 12 2 على 21. فالجواب انه كده ظل بالابريك 2 على 21 لتر من العصير. ممتازين. تعال نفحص ونتاكد من جوابنا. عشان نقدر نفحص انه نتاكد انه جوابنا صح ولا لا، نسال حالنا سؤال. هل الكميه التي بقيت اقل من الكميه الموجوده في الابريك؟ من ناحيه منطقيه قبل ما نحسب او بطريقه ثانيه. انا ظل عندي 2 على 12، قديش بكى؟ ثلثين.
ثلثين أكبر من 2/12، فالجواب منطقي صحيح. طريقة ثانية عشان أتأكد من حلي صح ولا لا، بساوي العكس. إذا أنا جيت اللي بالكوباية 4 أسباع زائد 2/21 لازم يعطيني إيش؟ ثلثين. فهيك أنا بحسب حلي مع بعض. تعال نسوي نفحص إحنا وياكم إذا حلنا صحيح عن طريق عملية الجمع. إحنا كطلع نتج عندي 2/21 زائد اللي بالكوباية 4 أسباع، هذا اللي ظل بالإبريق وهذا إيش اللي بالكاس. فأنا هنا واحد مقامات بلكه مقام مشترك اللي إيش ضرب 3، هنا ضرب 3، هاي 21 هاي 12، 2 زائد 12 14 على 21، 14 على 21 في اختزال طبعا، تقسيم 7 تقسيم 7 بيعطيني 2/3. هل نتج عندي 2/3؟ صحيح، هي نفس الكمية اللي كانت في البريك قبل ما أدير بالكاس، فحلنا صحيح. بنكمل، راح أعطيكم سؤال تفكروا فيه وبعدها نرجع نحل مع بعض. أيان وعدن تسكنان في الشارع الذي تقع فيه المدرسة. البعد بين بيت أيان والمدرسة هو 2.5 كيلومتر، زي ما مبين عندكم بالرسمة وين دار أيان وين المدرسة. المسافة اللي بيناتهن هي 2.5 كيلومتر. البعد بين عدن والمدرسة، وين بيت عدن في الرسمة وعندي المدرسة، البعد بيناتهن 3.25. أنا أكبر 3.25 ولا 2.5؟ 3.25. شو بدلنا؟ إنه بيت عدن أبعد عن المدرسة من بيت أيان. طيب السؤال الأول، ما هو البعد بالكيلومترات بين بيت أيان وبيت عدن؟ بين أيان وعدن بيوتن، بين بيت أيان وبيت عدن كديش البعد بيناتهن؟ نفهم السؤال ونحدد العملية. سؤال 2، خرجت عدن من بيتها إلى المدرسة صباحا ثم عادت إلى بيت أيان في نهاية الدوام، ما هي المسافة التي قطعتها عدن؟ راح أعطيكم 3 دقائق تحلوا السؤال، وأنا متأكد راح تعرفوا تحلوا لأنكم شاطرين، وبعدها نرجع مع بعض نحله. تفضلوا.
عرفت تحلوه؟ انا متاكد من هذا. ممتازين، تعال نحلوه احنا وياكم مع بعض. طبعا احنا هون قرينا السؤال فهمناه، تعالوا مع بعض نحدد المعطيات. البعد بين بيت ايان والمدرسه هو 2.5، البعد بين بيت عدن والمدرسه هو 3.75. هاي المعطيات. شو السؤال؟ ما هو البعد بالكيلومترات بين بيت ايان وبيت عدن؟ اذا انا برجع لورا بيت ايان وبيت عدن، اذا انا بدي اشوف البعد بيناتهم شو لازم اساوي؟ انقص. فبقول 3.25 ناقص 2.25. طبعا انا بحط بالطرح بحط الكبير بالاول مش الصغير. 3.25 ناقص 2.75، فبنتج عندي عشان اقدر اطرح بوحد مقامات صح، بحط مقام مشترك شو هو 12. الربع بضربه بثلاث بتصير 3 على 12، والربع بضربها بأربعة بتصير 4 على 12. فبصير عندي 3 على 12 ناقص 2 4 على 12. طيب إذا بطلع أنا هون 3 على 12 ناقص 4 على 12 نقدرش صح بهالمرحلة نقدرش. طيب شو الزاوية؟ فإحنا بناخذ من 3.1 يعني كالآتي، زي ما أنا بدي أساوي هون. لما أنا عندي 3 على 12 ناقص 2 4 على 12، 3 ناقص 4 نقدرش. شو بنعمل؟ ناخذ من 3.1 قديش بضل عندي؟ 2، والواحد اللي أخذته بقسمه 12 على 12، حطهم مع بعض. 3 على 12 زائد 12 على 12 قديش بيطلع عندي؟ 15 على 12، والصحيح 2 ناقص 2 4 على 12. تعال نحسب 15 ناقص 4 11 على 12. طبعا 2 ناقص 2 0، فبظل انا عندي الجواب 11 على 12. يعني البعد بين بيت ايان وبيت عدن هو 11 على 12 كيلومتر. ننتقل للسؤال الثاني. خرجت عدن من بيتها إلى المدرسة صباحا ثم عادت إلى بيت أيان في نهاية الدوام، ما هي المسافة التي قطعتها عدن؟ يعني عدن إحنا نتذكر، تعال نرسم الرسمة نشوف عدن وين راحت. طبعا هون بيت عدن، هون بيت أيان، هون المدرسة. عدن طلعت الصبح راحت على المدرسة، كديش مشت؟ 3 كيلومتر. وكديش؟ 3 كيلومتر وربع. وهي راجعة وهي مروحة، ما روحت على دارهم، روحت وين؟ على دار أيام. يعني هون قطعت 3.25، هون كديش بدها تقطع؟ كديش المسافة بين بيت أيام والمدرسة؟ هو 2.75. 2.75. فبطلع عندي التمرين عشان اعرف قديش مشت المسافة، بقول 3.25 زائد 2.75. نحسبها مع بعض. 3.25 زائد 2.75 او 2.75 زائد 3.25، بنكمل. بيطلع عندي هيك من واحد مقامات، طبعا 2.75 بتصير 2.4 على 12، وثلاثة وربع شو بتصير؟ 3 على 12. نجمع بيناتهم 2 زائد 3 5، 4 زائد 3 7 على 12. فالمسافة اللي مشتها عدن كديش؟ هي 7 على 12. المسافة اللي مشتها 3.25 و2.75 هي 7 على 12. ممتازين. فأعطيكم تمرين. هو طلب من كل طالب من طلاب الصف الخامس أن يختار دورة واحدة فقط يريد أن يشترك فيها. اختار ربع الطلاب دورة رياضة، اختار نص الطلاب دورة تمثيل، اختار خمس الطلاب دورة رسم. هل اختار كل الطلاب من الصف دورة؟ يعني كل الصف اختاروا دورات، ولا في طلاب ظلوا بدون دورة؟ أنا أعطيكم 3 دقائق وبعدها نرجع نحلوا مع بعض. تفضلوا. Thank you.
انا متاكد جدا انكم عرفتوا تحلوا لانكم انتم طلاب روعه وممتازين. تعال نحلوا احنا وياكم مع بعض. طيب احنا زي ما فهمنا السؤال انه في احنا طلب من طالب يختار دوره واحده، ربع الطلاب اختار رياضه، النص دوره تمثيل، الخمس دوره رسم. والسؤال هنا هل كل الطلاب اختاروا دورات ولا ظلوا طلاب ما اختاروش الدورات؟ تعال نفحص احنا وياكم مع بعض. كيف بنحل هذا السؤال؟ احنا عشان نعرف اذا كل الطلاب اختاروا دورات ولا لا، بسأل على السؤال، اذا انا باجي اجمع الربع والنص والخمس مع بعض، هل بيعطيني واحد صحيح؟ واحد صحيح يعني كل الصف، اذا ما اعطانيش واحد صحيح معناها ايش؟ مش كل الصف. تعال نفحص. ربع زائد نص زائد خمس، طبعا نوحد ونلقى مقام مشترك شو هو؟ العشرين. ربع بضربها خمسة بالبسط والمقام بتصير كديش؟ خمسة على عشرين، زائد النص ضرب عشرة واثنين ضرب عشرة، الواحد ضرب عشرة واثنين ضرب عشرة، بيطلع عندي عشرة على عشرين. خمسة زائد عشرة هي خمستاش، واحد ضرب أربعة أربعة، خمسة زائد أربعة عشرين، يعني كده صار الجواب 19/20. هل 19/20 هي تساوي أكبر أصغر من واحد؟ طبعا شو هي؟ أصغر من واحد، لأنه هذا كسر حقيقي، أصغر من واحد. لذلك بستنتج أنه في ظل قسم من الطلاب الصف اللي ما اختاروا دورة، كديش هم بيمثلوا؟ بيمثلوا واحد من عشرين، واحد من عشرين اللي ما اختاروا دورات. طريقة أخرى للفحص هي طريقة أكثر منطقية. إذا أنا بشوف إنه النص الطلاب اختاروا دورات، اختاروا دورات التمثيل، شو ظل عندي؟ الربع والخمس. أنا عشان يصير عندي أخرى نص لازم يكون عندي ربع وربع، ربع ربع ربعين، صحيح؟ ربعين هي نص، بس أنا عندي ربع وخمس، الخمس ماله؟ أصغر من ربع، الخمس هو أصغر من ربع، لذلك ربع زائد خمس أصغر من نص، فاللي أصغر من نص زائد نص أكيد الجواب يطلع أصغر من واحد صحيح. طيب اللي كمان مثال راح أعطيكم إياه، ثمن ربع كيلوغرام من الكعك هو 6 شيكل، ما هو ثمن نصف كيلوغرام من الكعك؟ ب بكم مرة يزيد ثمن 1.5 كيلوغرام من الكعك عن ثمن ربع كيلوغرام من الكعك؟ أعطيكم 3 دقائق ونرجع، تفضلوا.
ممتازين، عرفت تحلو. تعال نشوف احنا وياكم الثمن ربع كيلو جرام. طبعا هاي الثمن ربع كيلو جرام من الكعك هو 6 شيكل، هاي المعطى. شو ثمن نص كيلو؟ اذا الربع عنا هاي زي الرسمة عنا، الربع قديش فيه؟ 6. انا عشان احصل على نص انا بحاجة لكديش؟ ربعين، صح؟ فستة زائد ستة كده يساوي 12. يعني بنص كيلو كده فيها ثمن نص كيلو كده فيها كده يساوي 12 شكل. قسم با، بكم مرة يزيد الثمن كيلو ونص كيلو جرام من الكعك عن ثمن ربع كيلو جرام من الكعك؟ السؤال هذا كم يزيد؟ تعال نشوف عن طريق الرسم. الواحد كده فيه 4 أرباع، والنص كده فيه ربعين، يعني الواحد ونص كداش فيه 6 أرباع. يعني أنا عمليا بدي أسأل حالي سؤال، الست أرباع كداش أكبر من الربع بكم مرة؟ فأنا هنا إيش الجواب؟ هو 6. يعني أنا عشان حصل الجواب عندي 6 أرباع، بيش ضربت الربع لصار عندي 6 أرباع؟ هاي بكم مرة يزيد؟ فأنا الجواب عندي 1.5، قلنا هي تساوي 1.25 تساوي 6 أرباع، اللي هي تساوي 6 ضرب ربع عشان يعطيني 6 أرباع. طيب هيك وصلنا احنا للنهاية. شو تعلم اليوم؟ تعلمنا طريقة سهل لحل المسائل الكلامية في جمع الكسور، برضو طريقة لحل المسائل الكلامية في طرح الكسور. زي ما قلت لكم مهم جدا نفهم السؤال، بيساعدنا كثير على الحل. قبل ما ننهي راح أعطيكم السؤال تحلوه بالبيت، وبعدها نرجع لنهاية الدرس. تفضلوا. بتأمل انكم قدرتوا تنسخوا الأسئلة. كان معكم الأستاذ أيمن المصري، نلتقي إن شاء الله اللقاء القادم. يعطيكم العافية وإلى اللقاء.